مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامجكم مع شيرين ان شاء الله هيتذاع كل يوم ثلاثة الساعه 9 مساء. النهارده مشاهدينا يوم الثلاثاء 12 مايو 2020 و19 من رمضان 1440. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وشهر كريم يا رب علينا وعلى الامه الاسلاميه والعربيه كلها. هو شهر جميل طبعا، كلنا بنستناه من السنه للسنه، شهر التسامح والمحبة والاستغفار والدعاء، وفرصة كمان ان احنا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي بسبب وباء فيروس كورونا ان احنا نتخلص من اي عادة سيئة كانت معانا طول السنين اللي فاتت دي كلها، لان وباء فيروس كورونا طبعا غير حياتنا اليومية ونمط حياتنا وسلوكياتنا كلها. بقى في دلوقتي طبعا العمل عن بعد، التباعد الاجتماعي شيء مهم جدا 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 للحفاظ على صحتنا وصحة أولادنا ووطننا كمان. طبعا أهم حاجة إن احنا ناخد بالنا كويس جدا من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية مؤخرا قالت إن هو طبعا من أسرة الفيروسات، يعني من سلالة الفيروسات اللي احنا كلنا عارفينها زي سارس. طبعا هو لغاية دلوقتي فيروس يعني مش لاقيين ليه كلمة ولا وصف ان احنا نقدر نوصفه، لانه هو عنده سريع الانتشار بطريقة فظيعة، وغير كده وكده لغاية دلوقتي لسه ما لقيناش ليه لقاح او مصل. فعلينا الاجراءات الاحترازية وناخد بالنا كويس جدا جدا ونتبع الاجراءات، نغسل ايدينا طبعا كل شوية لمدة 20 ثانية، لازم ناخد بالنا كويس جدا. التباعد لازم يكون في مسافة بيني وبين اي شخص جنبي. طبعا تهوية المنازل شيء مهم جدا جدا، ان احنا نهوي البيت كل يوم. طبعا اي حد خارج طبعا لازم ياخد باله كويس جدا ان هيرجع لاسرته وبيته، ولازم يكون واخد باله كويس من التعامل بره مع اي حد او في اي مكان او مكان شغله. طبعا احنا دايما نقول التزم البيت وخلي بالك واقعد في البيت وما تنزلش الا للضرورة القصوى، واللي تنزلش فعلا الا لما يكون في شيء مهم جدا جدا. لكن طبعا في ناس مضطرة ان تنزل لشغلها، ده ظروفها كده هتعمل ايه، بس لازم تاخد بالها كويس جدا، تاخد بالك من ان انت تغسل ايديك كل شوية، واول كمان ما تروح البيت تقلع كل هدومك وتغسلها كويس وتعقمها، وياريت كمان نخلي لنا طقم واحد ننزل بيه، منها توفير ومنها كمان ان احنا ناخد بالنا على اولادنا، وشيء مهم جدا جدا. طبعا الأزمة دي إن شاء الله هتعدي بإذن الله، ودايما نبص من أي أزمة تجينا دايما نبص ليها من الناحية الإيجابية، لأن في ناس كتيرة جدا بتكتئب بسبب وباء فيروس كورونا، وفعلا حست إن هي عندها توتر وقلق واكتئاب. ده طبعا بيزيد التوتر والقلق وبيؤدي إلى ممكن لا قدر الله يجي للشخص ده فيروس كورونا. هي مشكلة كبيرة جدا، بس لازم نتبع الإجراءات اللي دايما الحكومة بتقول عليها، ودايما نتبع الحظر التجول. طبعا ما فيش أي حد يخرج عن القانون اللي الدولة بتحاول إن هي تتبع لإجراء المواطن والخوف عليه وعلى الأسرة. هي طبعا مشكلة كبيرة جدا على مستوى العالم، وأدت إلى اقتصاد التدهور وإغلاق كل المواني والمطارات والأنشطة الرياضية، وطبعا حصل دربكة على مستوى العالم كله. هنا ممكن نقول إن خريطة العالم هتتغير خالص، يعني وباء فيروس كورونا هيغير خريطة العالم وهيغير أسلوبنا مع بعض. دلوقتي ما بقاش في سلام بقى وزي الأول، ما بقاش في أحضان زي الأول، هيبقى في توعية مهمة جدا، وكل شخص بقى عنده توعية مهمة وبقى فاهم. حتى كمان بعد الأزمة دي ما تعدي أو بعد المحنة دي ما تعدي إن شاء الله على خير كلنا علينا كلنا، هيكون لنا نمط حياة تاني مختلف في حياتنا على ما أعتقد. يعني لأن طبعا أي أزمة بتعلمنا إزاي نصحح حياتنا صح، إزاي نفكر بطريقة صحيحة. في أشخاص في حياتنا بتبان في الأزمات، طبعا بننقي أصحابنا وبننقي أصدقائنا كويس من خلال الأزمات دي كلها.
اتمنى الاجراءات الاحترازيه لازم نتبعها كويس جدا جدا، زي ما قلناها ان احنا نغسل ايدينا كويس جدا، ان احنا يكون في تباعد اجتماعي، ان احنا ما ننزلش الا للضروره، تهويه البيت شيء مهم جدا، وكمان اهم حاجه التغذيه السليمه عشان نقوي جهاز المناعه. مشاهدينا احنا عندنا فقرة تانية وهي فقرة جميلة جدا احنا فعلا بنستناها، وانا بحب دايما اقدم لكم حاجات متميزة بالنسبة للاكلات رمضان. النهاردة هنتبع مع بعض وهنشوف اكلات رمضانية سورية، ومعانا الشيف طارق مرعي. هنعمل كده شوية اكلات جميلة جدا. طبعا اول حاجة لازم نعرفها ان طبعا المطبخ السوري هو دايما متميز بتنوع اكلاته على حسب كل منطقة، ومتميز جدا في الطهي وفي الطريقة كمان اللي بيعملوها المطبخ السوري وبلاد الشام، وفي أطباق من التراث. هنتكلم النهاردة عن الطبق الباسمشكات. الباسمشكات ده ليه قصة جميلة الشيف إن شاء الله يحكيها لنا، وهنعمل كمان طبق اسمه دجاج مسخن، وكمان هنحلي بقى بكنافة نابلسية. مشاهدينا تعالوا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوار. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم برنامجكم مع شيرين، والنهارده محضرين ليكم احلى اكله من اكلات رمضانيه سوريه، ومعانا الشيف طارق مرعي. صباح مساء الخير الشيف طارق. احنا كنا مع بعض الصبح فبقى نقول مساء الخير المره دي. ازيك؟ كل سنه وانت بخير. بخير جميع، رمضان ينعاد على جميع الامه الاسلاميه يا رب. يا رب علينا كلنا. ونخلص من كورونا. يا رب. يا شيف طارق ان شاء الله باذن الله ازمه وهتعدي باذن الله. ان شاء الله. ازاي حضرتك وليلك كريمه ويا رب تكونوا بخير. الله يخليك. الحمد لله كله بخير الحمد لله. وتحيه طبعا للشعب السوري العظيم اللي هو صامد رغم الظروف دي كلها اللي احنا بنمر بيها واللي انتم بتمروا بيها، فطبعا الحمد لله على كل شيء. الحمد لله والحمد لله. ربنا يحفظك. عايشين مع الشعب المصري الطيب. ربنا يخليك يا شيف طارق. كلنا اخوات طبعا وكلنا ايد واحده مع بعض في كل حاجه ان شاء الله. شيف طارق النهارده هتحضر لنا ايه بقى؟ انا في طبق رئيسي الباسمشكات. ايه الباسمشكات؟ الباسمشكات. عايزين نعرف برضو مشاهدينا بقى القصه بتاعته ايه والاسم ده جه منين؟ الحقيقه الباسمشكات اكله تراثيه عندنا بسوريا وخصوصي عند الدمشقيين يعني. واكله مشهوره، وأكلة هي ملوك، أكلة بشوات، فهي أكلة تركية شامية. إيه على شامية يعني. بس إحنا أخذينها من المطبخ التركي أساساً أيام الاحتلال العثماني يعني. لأنه هي كلها لحوم، لحمة من برا ولحمة محشية لحمة ومحشية رز، عرفتي كيف؟ فاسمها بس مشكات. الاشكات يعني الخياطه. الخياطه انا أيوة. شفت بقى بحب اعرف كل حاجه. هي جايه من الخياطه التركي. شكات يعني خياطه. بالتركي هي بس اكله بشوات. بس مشكات اكله بشوات. يعني هي لحوم، لحمه من برا ومحشيه، شرايح لحمه محشيه. هشرح دلوقتي هنشرح وننزل المقادير. طيب الاكله الثانيه ايه بقى؟ دجاج مسخن. دجاج مسخن بالسماء وزيت الزيتون. حلو قوي. انت دايما هي اكله فلسطينيه من التراث الفلسطيني. سامحوني اخواننا الفلسطينيين اذا كنت عم بعمل غلط ولا شيء، بس انا هيك متعلمه يعني. لا طبعا. احنا طبعا بنقول لهم كل سنه وهم طيبين، وكلنا بنبقى تلاحظ احنا الاكل كله متشابه يعني. الدول العربيه وبلاد الشام دايما الاكل متشابه، بس طبعا بيختلف في المقادير اللي انت بتفضل. فراخ اندماج للثقافات بالوطن العربي اكيد يعني. طبعا طبعا المطبخ ثقافات فعلا زي ما حضرتك بتقول. طيب والحلو بقى كنافه نابلسيه. هنعمل كنافه نابلسيه بالجبنه العكاوي. بالجبنه العكاوي. بالجبنه. انا بلاحظ شيف طارق العكاوي الجبنه العكاوي بيعملوها في البيت كمان يعني. ممكن في ناس تعملها في البيت. ناس بتعملها في البيت. بس هن مشان يختصروا وقت يعني، بيقول لك ست البيت صعب عليها وتجيب وتعمل. فبتختصر وقت وبتفرق معها بالفلوس حاجه قليله، بس لك لا اجيبها قهوه. انا بقول دلوقتي بسبب بقى الازمه اللي احنا فيها فيروس كورونا، فكل الناس دلوقتي حتى العيش بقينا نعمله في البيت، الاكلات البسيطه حتى بقينا نعملها في البيت، دي طبعا بتساعد مننا بنوفر وبننا في نفس الوقت
حتى عم نوفر شو ما ننزلش قوي بس لازم بقى الرياضه وشيء مهم صح جدا صح. طيب شيف طارق، ان اول حاجه هننزل المقادير مع بعض بقى. الطبق الرئيسي البسمش كات طبعا. طيب نقول مع بعض المقادير لمشاهدينا، حضرتك عارف المقادير ولا نقولها؟ اتفضلي اتفضلي. طيب ماشي تمام. فلفل البسمش كات، المقادير فلفل اسمر وسبع بهارات و100 جرام رز و200 جرام لحم مفروم و200 جرام زبده ومرقه لحمه بس خلاص كده. طيب تمام، ده مقادير سهله قوي يا شيخ. لا انت يمكن ناسي حاجه، اللحمه البهارات واللحمه ورز واللحمه جواها. انا لا بدي اشرح للمشاهدين نشرح لمشاهدينا بقى شلون بدها تنعمل. هلا انا جبت شريحه لحم ستيك، شريحه لحم وخيطتها بالخيط، ضبيتها هيك وخيطتها بالخيط مثل ما انا شايفين، خيطان من هون هي كلها مخيطه، وتارك لها انا من هون فتحه صغيره مشان احشي فيها الرز. الحشوه اللي انا عاملها مثل ما انكم شايفين هي عباره عن رز منقوع لمده نص ساعه ومع لحمه مفرومه. هي مع لحمه مفرومه مع ملح وفلفل وبهارات، هي الحشوه تبعها. اذا ملاحظين يعني انت نقعت الرز الاول شويه، نقعت الرز نص وده ساعة. رز مصري؟ رز مصري، رز مصري نقعته طيب. نص ساعه وبعدين حطيت عليه اللحمه. انا حر بقى، بختار لحمه ضاني، بختار لحمه كندوز، دعجل، انا حر يعني بست البيت. يعني احنا بنختار مثلا لحم ضاني او كندوز وفي نفس الوقت اللي هي الحته الفيليه الناعمه. أيوة. عشان هي الشرحات ممكن تتاخذ من الفخذ، ممكن تتاخذ من فخذ العجل. هي اساسا بيعملوها من جدار المعده تبع الخروف. بس احنا ما بدنا نفوت بالتفاصيل. طيب. هي على اساس ان احنا بنجيبها وندقها من دقه وبعدين نقلبها هيك ومخيطه. هلا هي مخيطه بالخيطان. تمام، انا مخيطه بالخيطان بس انا مشان الوقت اتصلت بالوقت وطلعتها جاهزه. طبعا. طيب وتركت فيها انا هون مساحه عشان احشي مساحه مشان انا عم بحشي هلا الحشوه الرز واللحمه اللي قلت عليها. انا هيك هلا حشيت البسمشكات مثل ما انا شايفين، بس بدي اخذ بالي اني انا لما بحشيها ما لازم احشيها كثير، لانه هي بس تنطبخ بتنفش مثلا بينفش وممكن يفزرها تطلع مش حلوه يعني فلازم انا تتفتح. تكون بهالشكل هذا الرز. يعني الرز يكون هيك، ما يكون اكثر من هيك. هلا هيك انحشيت. بعد ما حشيتها انا بحطها بمقلايه بطاسه على النار وبقليها بزبده. طبعا انا اختصار للوقت ما عملتها هيك، بنجهز شويه حاجات. صح، قبل الهواء قليها بزبده وحطيتها على طول بمي مثل ما انا شايفين عم تغلي، وحطيت لها ورق لورا. هي القطع بتستوي بسرعه يا شيف طارق، بتستوي بسرعه. ايوه هي اخذت هنا زبده اخذت نار، شوحتها بعدين حطيتها بالمي عم تغلي، وحطيت لها الورق اللورا. ورق الغار عشان السوريين ورق اللورا وحبتين هان يعني الباقه العطريه تبعي. هلا شو شميك ريحه حلوه طالعه ما شاء الله. يعني الواحد لسه فطران بس جاع برضه هناكل هلا من بكر السحور بتسحر. ايوه صح. هلا هي انا حطيتها صار لي فتره طبعا ابتدت تستوي. هلا بنشوفها مع بعض كمان شوي ومطلعه ومنقطعها ونشوف شلون طلعت. اكله رهيبه، وهي بتقدم معها بطاطا بوريه يعني المش بطيطو. انا عامل هون مش بطيطو مثل ما انا شايفين، بتقدم جنبها هن بالعاده بيقدموا جنبها مش يعني ما ينفعش نقدم جنبها رز مثلا ممكن. على اساس لحوم ممكن هي تيجي مع صلصه وبطاطس. هي بيجي معها صلصه ممكن. حتى انا هذا الصوص تبعها ممكن اربطه مع زبده وطحين دقيق، يعني معلقتين دقيق مع معلقه زبده، والصوص تبعها هذا ميه مرقه اللحمه. ايوه اخدها ما مرميهاش. ايوه اخد المرقه واعمل بقى صوص. بربطها بربطها وتطلع معي ماسكه يعني ماسكه شويه متوقع. ونحطه فوق بعد ما الاكله بالزبط. نسويها بالزبط. يبقى طعمه جميل. صوص حلو قوي. هلا اهم حاجه برضو شيف طارق نوفر يعني كل حاجه نستخدمها على قد، وما نحاولش ان احنا نرمي اي بالزبط. حاجه، ولو في اي حاجه باقيه اكله باقيه من مثلا نعمل عليها نعمل حاجه ثانيه حرام لانه طبعا نحافظ عليها اهم حاجه طبعا عشان ربنا يجزيك. امين يا رب. امين مظبوط. عندي الاكله الثانيه. طيب. هي الدجاج المسخن. الدجاج المسخن حلوه قوي.
طيب نقول المقادير برضو تنزل الدجاج المسخن معنا. الدجاج المسخن معلش انا حاشرح للاخوه المشاهدين. تفضل. انا حر انا بجيب ممكن دجاج مشوي بشوي بالفرن ممكن بعمله بالطاسه بالمقلايه هو عموما بيجي دجاج ومعه بصل كتير. المقادير معنا على الهواء برضه عشان مشاهدينا. دي دجاج مسخن دجاج مسخن اتفضل يا شيف طارق. فانا شو عملت اليوم؟ جبت صدور دجاج مثل ما انتم شايفين صدر دجاج صدور دجاج قطعتهم شرايح. طبعا هي انا على طريقتي انا في ناس بتعملها مشويه بالفرن بصير كمان بقلي بصل مع زيت الزيتون طبعا هذا عم ينقلها هلا بحط له ملح وفلفل وشويه سماء بتغير لونه بعدين بلفه بالخبز السوري خبز الصاج هذا هو خبز الصاج بلفه انا هيك وبحطها بالفرن بعدين بتلفه يعني رول كده رول هلا حنلفه ونشوف طيب. لانه هي ابتدت تستوي يعني طيب اوكي تمام وعندنا الكنافه نحكي على الكنافه هلا ولا لا لسه شويه بقى لا خلينا بقى الحلو في الاخر طبعا كلنا بنحبها الكنافه النابلسيه كلنا بنعشقها حتى الاطفال كمان بيحبوها جدا صح جدا صح. طيب البسمشكات بعد ما بتستوي وكل حاجه بنقدمها مع رز او بطاطس بوري ممكن مع رز مع سلطه ممكن بس هي بتحب البطاطس بوري بتحبه يعني بتحب المشكوتات حلوه قوي هيك متعودين عليها طب ممكن نحشيها اي حاجه شيف طارق ولا لازم رز ولحمه مفرومه لا هو حشوتها كده هي اسمها كده وحشوتها في ناس بتحط لها مكسرات صنوبر كذا اللي مقتدره معاه ممكن يحط وبلاقي في ناس تانية برضو تعرف الطبخ بيختلف من شخص لاخر بيتبلوا اللحمه شويه مع شويه خل وملح قبل ما ندقها ايه ما في داعي انا برايي مفيش لا ما في داعي لانه هي عم تتشوح على النار بالزبده بعد ما تشوحت حطيناها على نار عم تغلي فتركناها شي نص ساعه او ساعه فاللحمه بتطلع نيفه رايحه بتذوب يعني حلوه قوي انت حتشوفي هلا مع الساده المشاهدين هندوق مش هنشوف هندوق على طول ان شاء الله طيب حلوه قوي قوي وده الدجاج مسخن هذا الدجاج مسخن انا عملته اليوم على طريقتي هي بصل جوانح مثل ما انتم شايفين قليته مع صدور قطعتهم جوانح كمان هلا انا عندي تقريبا استوت الفراخ استوت بس انا ملاحظه شيف طارق التوابل بتحطها في الاخر ولا في الاول هلا انا التوابل اللي بدي احطها هلا هي على النار شويه ملح هالقد خلصنا ماشي وشويه أنا فلفل انا من نوع بقى التوابل دي اول حاجه احطها لا شويه فلفل بلاحظ ان الاكل اكله كده طعمه كده ما بيبقاش حلو يعني يا حادق قوي يا الفلفل قطرته مثلا او حاجه هلا هي مساله ذوق استاذه شيرين مساله ذوق وفن يعني احط اهم شيء بهي الاكله هو زيت الزيتون اللي عم ينقلها فيه واهم شيء هو السماء فوائده عظيمه جدا جدا حتى جالي فيديو انا من فتره بيقول لك انه السماء بيقضي على كورونا ما بعرف يعني هذا الكلام بس انه فوائده جدا طبعا كبيرة. اي 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 هي حاجه يعني بتقوي المناعه كمان يعني هلا انا حطيت السماء لانه استوى عندي الدجاج والبصل مثل ما احنا شايفين احبائي حلوه قوي شيف طارق أيوة. تسلم ايدك والريحه هلا الريحه كمان تجنن هلا بس بتفوت على الفرن وتنشوها وتدوقيها بزيت الزيتون وشغله واحلى حاجه كمان شيف طارق زيت الزيتون بتدخلوه بكل حاجه صح زيت الزيتون صحي وحلو جدا وكمان بيطول الشعر وبيلمعه وفي فوائد كتيره جدا بالضبط. اكيد انت عم تاكلي زيت الزيتون مشان شعراتك انا بقى بعمل الصبح يعني قبل رمضان كنت ميه فتره واحط عليها معلقه زيت زيتون حلو واشربها على الريق كده الله صراحه حلوه والله جدا حلوه جدا وبتنظف جدا الرئه ممتازة وبتنظف جهاز التنفس ممتازه صح كله بتبقى صح حلوه جدا هلا خالصه انا عندي جاهزه انا بدي احشيها بالعيش وبدي احطها بالفرن وحطيت توابل طبعا شويه ملح حطيت شويه فلفل اسود بس تنكيها يعني وحطيت بالاخير السماء بس هي طيابتها بالبصل والسماء وزيت الزيتون بيعطيها شامي الريحه مع احلاها ريحه حلوه يعني طعم بقى طبعا اجمل طعم اكيد
تسلم ايدك يا شيف طارق، حاجاتك متميزه وجميله فعلا. تسلم حلوه يا رب. الله يخليك. وكمان رمضان دايما بيحتاج التنوع والتغيير. ايه يعني طبعا اكيد. طيب انت الطبق الرئيسي بقى في اول يوم رمضان بلاد الشام او سوريا كمان بتحب تحط طبق ايه او الطبق المفضل؟ شوفي نحن في عنا عاده بسوريا انه اي بدايه شهر او سنه بيعملوش اكلات باللبن الابيض، انه انا بدي استقبل سنتي بالابيض. بيعملوا شاكريه، بيعملوا كوسه محشي باللبن، حلوه قوي، بيعملوا كبه باللبن، شغلات يعني انه يبيضوا ايامهم. يعني لازم السفره يكون عليها اكل، لازم يكون عليها مثلا الاكل الابيض يعني بالزبط. يا اما شاكريه يا كوسه باللبن. وشكلها يبقى حلو. واكيد فتوش بقى والحاجات الخضراء الجميله دي اساسيه. هي كل يوم يعني. ما في مجال. وهنعمل النهارده فتوش برضو؟ هنعمل فتوش ان شاء الله. جميل جدا. هنعمل فتوش سلطه رائعه. نعمل فتوش. هلا انا البسمشكات مثل ما قلت لكم احبائي، البسمشكات انا حاططها قبل بوقت وتقريبا استوت. بس انا بدي اورجيها للساده المشاهدين كيف طلعت معي. شايفينها هي مشوحه، بعدين سلقتها بالنار ومحشيه رز ولحمه مفرومه. حلو قوي قوي. انا هذا الصوص تبعها ما نرموهوش. لا بدي تاكله. شو نرميه؟ ناخده. هناخده. هناكله. شو نرميه؟ ما بنرمي شيء. حلوه قوي. لا وريحه اللحمه، شوربه اللحمه كمان جميله طبعا جدا. طبعا طبعا. والملح والفلفل يعني وشغله رهيبه يعني. زينا هيك شوي انا. لا جميل. تسلم ايدك. الله يسلمك يا رب. حلوه قوي. يلا تفضل. ناخد معانا اتصال. جهاد من اسكندريه. اهلا. الو. اهلا استاذ جهاد. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، وعايز اسال بس الشيف سؤال بس يعني. اتفضل يا جهاد. اشكرك. دلوقتي عاوز يا شيف، طبعا رمضان ما بيمشيش غير بالايه، بالحلويات والحاجات الشرقيه، خاصه الحاجات السوريه يعني. فعايز اعرف طريقه عمل النابلسيه. ايه انا اليوم حبيبي عندي نابلسيه. وتابعني يا حبيب قلبي وحتشوف النابلسيه شلون وبتعملها. شوف. وبس تعملها دوقنا. تمام. شكرا يا شيخ. العفو يا حبيبي. العفو. العفو. اهلا وسهلا. شكرا استاذ جهاد. طبعا الكنافه النابلسيه كله بيحبها، بتبقى جميله. طيب. جدا. ورمضان دايما كمان مشهور عندنا هنا في القاهره في مصر الكنافه بالمانجا كمان. كنافه بالمانجا يعني بنحبها جدا. عندنا كثقافه دارجه قبل ما نجي على مصر. فهلا بقينا بمراتي وبناتي بيحبوا الكنافه والمانجا. بالمانجا. ايه. بتدوقها هنا في مصر بقى؟ بتعملوها؟ بنعملها بالبيت. بتعملوها بالبيت. حضرتك استاذ شيف طارق طبعا يعني. انا مثل ما انتم شايفين احبائي، انا بدي احشي العيش السوري هذا الصاج هلا هيك، وبندوس عليه جامد. لا عادي عادي عادي، مش هيفك. لا ما بيفك، لانه حينحط بالفرن مثل ما هو. وده عيش سوري صاج. هذا عيش صاج سوري. طب ممكن نستخدم عيش تاني غير العيش السوري؟ هو تاني مثلا هي اطيب. اطيب. هلا عندكم عيش انتو مثل حكايته بس سميك بالارياف. احنا عندنا كل قريه لها ثقافه، كل محافظه ليها عيش بتاعها. ايه؟ الصراحه يعني بس. ايه؟ العيش بيكون مختلف بس طعمه جميل. ايه صح. انا دقته بالمحافظات بالفيوم ودقته في المنيا. عيش وعيش الشمسي كمان جابوه. وعيش الشمس ده في الصعيد رائع. انت عارف بيحطوه على الشمس فوق السطح. فوق السطح في الشمس عشان يبقى طبيعي. تخيل. طيب معانا تليفون الاستاذه سناء. ايوه مساء الخير. اهلا. مساء النور. كل سنه وحضرتك طيبه وبخير. وانتم طيبين منورين. ميرسي يا استاذه سناء. الله يحفظك. الله ينور عليكم. ربنا يحفظك. تسلم ايدك يا شيخ. الله يسلمك يا رب. اهلا وسهلا استاذه سناء. منور. اهلا بيك. الله يسلمك. الله يخليك. تسلم يا رب. بقول لحضرتك لو سمحت بسأل على مربى الورد. حاضر. طيب من عيوني. والمجدرة. والمجدرة بتحبي المجدرة؟ أيوة. برز ولا ببرغل؟ ببرغل. تكرم عينك. من عيوني. حاضر. شكرا. رح سجل طلبك. تكرم عينك. و ان شاء الله حولك مع الكنترول. ان شاء الله مع بعض. بشكرك جدا استاذه سناء. وكل سنه وانت على كل. انا معكم لا تقلقوا. ان شاء الله باذن الله. واحلى اكلات هنعملها طبعا ان شاء الله. بتحطها في الفرن بقى؟ هلا بدي احطها بالفرن مشان انا نشف العيش. هلا بتشوفيها بس تطلع. طب مش بنحط لها زيت زيتون كده فوق او حاجه؟ أنا ولا حطيتها هون. لقيتها على العيش.
لا خلاص خلاص خلاص. طيب هلا هي تتحمر لوحدها. انا لفيتها وحطيتها بالزيت هون شوي زيت. بس انت اللي هي مع التليفون فما شفتيني. طيب ناخذ تليفون. ام يوسف اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، كل سنه وانت كل بخير. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يحفظك وانت بخير يا رب يا ام يوسف، اهلا بحضرتك. عايزين نعرف الكحك والبيتيفور. طبعا ده هنعمل حلقه مخصوصه ان شاء الله للكحك والبيتيفور باذن الله. عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. وبرده شوف طارق هتقول مقادير كده ممكن للكحك ليها لام يوسف؟ ممكن ممكن اقول طيب. لها مقادير يعني ان شاء الله هحطهم في الكنترول و طيب ونكلم حضرتك. اشكرك يا ام يوسف وكل سنه وانتم بخير. طبعا كانت معانا الاستاذه سناء برده، كانت عايزه المجدره. ماشي. مقاديرها ممكن تعملها ازاي؟ تقولها لها. اقول لك على المجدره على السريع. المجدره كاستين برغول خشن، ما يكون ناعم تبع الكبه، خشن لازم يكون. ومعهم كاسة عدس أحمر أبو جبة أنتوا بتقولوا له. ماشي أبو جبة صح. وبصل مقلي بزيت الزيتون حصرا. البصل لازم ينشف زي البصل تبع الكشري يعني. الكشري يكون ناشف. أنا بحط البرغل وبحط له المي تبعه، بكون عم بسلق العدس على جنب. استوى البرغل معي. عفوا لا، بكون عم بسلق العدس، بجيب البرغل اللي أنا غاسله بالمي وبحطه مع العدس بعد ما يستوي العدس، فبتركه يستوي مثله مثل الرز. متى ما استوى بكون عم محمر البصل بزيت الزيتون ناشف، بكب فوق بعد ما استوى البرغل شويه زيت زيتون من اللي انا طلع معي بالبصل. بصفي البصلات وباخذ الزيتات تبعتهم وبحطهم فوق المجدره اللي عملتها، وبطلعها بقدمها بطبق وفوق منها البصل المرمش. حلوة. بالهنا والعافية. حلوة أو أكلة جميلة وسهلة. وصحية. طبعا ده العدس أبو جبة ده كمان جميل جدا. بالزبط. كأنك كلت بروتين يعني. رائع. جميل جدا. هو بروتين عالي. أهم حاجة كمان إن إحنا اليومين دول عشان الأزمة اللي إحنا فيها كمان يا شيف طارق نركز كويس جدا على البصل والثوم. الحاجات فعلا التغذية السليمة والأكل. كلوا كلوا بصل والثوم، ما تقول يطلع ريحة تمن تطلع حتى الناس تبعد ما تقرب على تمن. بالظبط. وأكل البيت شيء مهم جدا جدا طبعا، ولازم نلم العيلة والأسرة في الأكلات البيت، وخصوصا كمان شهر رمضان الكريم دايما يكون فيه خير وبركة والله علينا كلنا وفي أي بيت الصراحة يعني. الحمد لله يا رب يا رب. ده الحلو بقى مشاهدينا، الشيف طارق بقى بيعمل لنا الكنافة النابلسية. هلا أحبائي اللي بيسأل كتير عن الكنافة النابلسية، لأن عملت الكنافة النابلسية خشنة معنا ناعمة، في منهم بيعملوها ناعمة. ناعمة لازم تنفرك أو تنفرم بالماكينة تبع اللحمة تكون نظيفة، بتطلع معه الناعمة بنخلوها بالمنخل. طريقة تانية يعني أنا عملتها هلا نابلسية خشنة يعني، بس لازم أنا أدعك الكنافة بالسمنة كثير. لازم. أنا هلا بعد ما دعكت الكنافة بالسمنة حاطة على الصينية تبعها بفردها ما أنا شايفين. حلوة كمان يا شيف طارق الصينية الصغيرة دي يعني. هي خصوصية للكنافة. والله؟ هي خصوصية للكنافة. اصل برضه في سيدات كتير فاشلين في الكنافه الصراحه يعني. لا حتى لما نعملها بالموز هي سهلة بالكريمه بتبقى يمكن السوى بقى هو اللي بيطلعها كده. والله هي الخبره استاذه شيرين. الخبره يعني ست البيت بتعمل اول مره وتفشل مو معناه انه على طول رح تفشل، لا اكيد تاني مره حتطلع احسن، او تاني مره اذا ما طلعت منيحه مثلا الثالثه حتطلع احسن هيك يعني. طيب السيرم الشربات بقى بتاعها. الشربات نقول للمشاهدين برضو لان في ناس كتيره جدا وصوني ان السيرم بيتعمل ازاي. في ناس بيبقى يا شيف طارق في الاخر بعد ما تعمله تلاقيه قلب سكر تاني يعني. هذا قلب سكر تاني. بسكر. هذا بيكون ما في ملح الليمون او ليمون. طيب. لازم ينحط له عصير ليمون حتى ما يسكر معي. طيب نقول السيرم مقاديره قد ايه المشاهدين؟ مقاديره كبايتين، كبايتين سكر عليهم كبايه مي، كبايتين سكر كبايه مي، وعليهم عصير نص ليمونه. نص ليمون بس. وبعد ما يغلي بتحطي له بقى ما زهر، بتحطي له فانيليا، فانيليا كئيب اللي انت عايزاه. يبقى حلو قوي. وبس يغلي وطي عليه سيبيه له 10 دقائق على النار، هيطلع معك سيره بقطر ممتاز. حلو. هاي ان شاء الله. مش هيقلب سكر ولا حاجه. لا ما بيقلب، لو حطيت له ليمون ما بيقلب. لا. طيب كويس. بعد كده بقى بنحط السيرم لما نطلع الكنافه على طول سخن. هلا انا عم بعمل الكنافه مثل ما شايفين احبائي المشاهدين. مديتها انا بالصينيه
انا فركتها اول شيء منيح بالسمنه مزبوط. انا حر السمنه اللي بدي احطها بقى، في ناس تحط زبده، في ناس تحط سمنه بلدي، في ناس حسب استطاعه كل واحد يعني. انا حطيت الكنافه هلا بتمنى شايفين تمام. هلا انا بدي اللهم صل على النبي جيب الجبنه، جبنه نوع الجبنه بيفرق معي. هلا هي جبنه سوريه، جبنه عكاوي اسمها، عكاوي عكاوي هي من غير ملح، اه ما فيها ملح ابدا. حلو. يعني انت لو بتدوقي ما فيها ملح ابدا. انا لو جبت جبنه عكاوي بالملح ممكن احطها بالمي و اخفف الملح شويه واشيلها، اقلب عليها مي مرتين. بس تقصد الكنافه ما بتحبش جبنه فيها ملح، تحب دلع قوي. دي ما فيهاش ملح خالص. حلوه قوي، ما فيها ملح خالص. طيب ناخد اماني. الاستاذه اماني اهلا بحضرتك. الو مدام شيرين، ازي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي، كل سنه وانت بخير. كل سنة وحضرتك طيبة. أنا أول حاجة بس أحب أهنيكي على برنامجك. ميرسي. أنا بستمتع جدا بمشاهدتك، وبصراحة التنوع اللي أنت بتقدميه ممتع، ممتع جدا جدا جدا. ميرسي ميرسي يا أستاذة أماني والله، وكل سنة وأنت بخير وطيبة والأولاد بخير يا رب إن شاء الله. وحضرتك وأولاد حضرتك بخير، ميرسي جدا جدا على إتاحة الفرصة دي ليا. كنت حابة أسأل الشيف من بعد إذن حضرتك. اتفضلي الشيف. طيب بالنسبة في أكلة سوري كده أنا يعني بستغرب لها جدا، ودقتها مرة في حياتي وعجبتني جدا وأنا مش عارفة مكوناتها، اسمها أوزي. أهلا وسهلا. إيه أوزي. اسمها أوزي. إيه. عبارة عن رز بخلطة كده غريبة. لا مو غريبة ولا شيء، مو غريبة إلا الشيطان. لا هي بالنسبة ليها، لأن برضو إحنا الأكلات السرية. طيب ماشي. الأوزي. طيب. الأوزي أختي الكريمة هو عبارة عن رز مطبوخ مع البسلة، رز مطبوخ مع البسلة، وجواته بحط مكسرات بقلب منه، وبحط له ملح وفلفل كيك بطعمه يعني طعمه طيبة. وبعدين بجيب بولة مثل هاي مثلا، بولة مثل هاي لو شايفة حضرتك، بجيب قلاج بهالشكل هذا، القلاج اللي جبته أنا بحطه بالبولة وبتحش بقلبه، بحشيه الرز والبسيلة واللحمة اللي أنا طبختها. طبعا بس تخلص بقلبها على الصينية، بتطلع معي هيك مكورة ماشي، وبدهنها بسمنة وبدخلها على الفرن. هذا هو الأوزي. حلوة قوي قوي، بشكرك طبعا الأستاذة أماني، وأكلة حلوة يا شيف طارق، ممكن نعملها إن شاء الله. إن شاء الله بنعملها البرامج الجاية، إن شاء الله بنعملها أكيد إن شاء الله بإذن الله. في كمان أكلة اسمها شلباطو. أبو الشلباطو. الشلباطو عندكم حلوة قوي برضه، يهودي مسافر. أكلة شعبية. أكلة شعبية. إن شاء الله بنعملها. حلوة قوي، الدجاج مسخن. هلا هاي الدجاج مسخن عندي جاهز. أنا حلوة قوي يا شيف طارق، بالهنا والعافية، مقرمش مثل ما انا شايفين، وطعمته فعلا ما خدش وقت وريحته جميلة جدا. والعيش ده حلو على فكرة، الزيتون والعيش هذا جميل. العيش فعلا حلو قوي، ممكن تعمليه بالجبنة، ممكن تعمليه بأي حاجة. طيب عشان الوقت بياخدنا بسرعة. اتفضلي. هنعمل ايه كمان انت حضرتك؟ هنعمل غير الكنافة بقى، بتعملها على الكنافة بعملها مثل ما نكون شايفين. حلو قوي. هلا بس تخلص انا بقلبها على طبق وبحط لها السيرب. طب والجبنه بتسيبها؟ الجبنه هي حتسيح هلا، حتشوفي. حتسيح وبتقلبها بس كده بس هلا. طيب حتشوفي، هي سهله لست البيت يعني. سهله جدا بصراحه، بس انا خايف هلا دلوقتي، بس عجباني. خايف من النار يعني تكون تتلسع، مو مثل مو مثل اللي انا عايزها. هو كله مولع متهيألي. مش مشكله، بس المهم انا هي، بس هي لازم. طيب. تفتل عشان تاخد حلوة. طيب السيرم هنا بقى بنحطه وهو سخن ولا وهو بارد على الكنافة بعد ما بتطلع من الفرن؟ أي حاجة طلعتيها حلويات سخنة تاخد سيرم بارد. 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 أي حاجة سخنة تاخد سيرم بارد. حلوة قوي. جميل. البسمشكات حلوة قوي طبعا، واتعملت بسرعة وجميلة جدا. وبنحط جنبها، هاي البسمشكات جاهزة. بوريه بنحط جنبها، بطاطس بوريه. ايوه جنب البسمشكات بطاطس بوريه. وده الدجاج مسخن سخنه. ما انتبهت انا، مو مشكله. لا معلش، مو كثير سخنه، مو مشكله. طيب ايه كمان حضرتك هتعمل؟ فتوش. وهنعمل فتوش. طيب يلا نعمل فتوش، بس ما نسيبش دي يعني. انا خايف على دي، معنا ثلاث دقايق هنلحق نعمل فيهم فتوش. الفتوش هو عباره عن طماطم، بشرحه يعني طماطم وخيار واي خضروات انا حابب احطها، فلفل مثلا. المقادير على الشاشه. سلطه الفتوش مهمه جدا، ولازم طبق طيب السلطه يبقى الفتوش معنا. هقولها على حاجه مصغره. طيب حبتين طماطم بندوره، ومعهم حبه خيار مقطعهم شكل كاريه.
أربعهم كاريهات تمام؟ تمام. وبعدين بحط عليهم بصل، طرنشات بصل صغيرة مثلا جواتهم، معهم شوية زيتون أسود هذا اللي بنحطه للبيتزا، طيب طعمه كتير، مع نعناع ناشف، وعليهم عيش كروتون مقمر يعني عيش شامي مقمر. طب ممكن نضيف على وليمون وخل طيب وزيت زيتون. وممكن حمص، الحمص لا ما ينفعش لا على لا الفتوش؟ لا ما ينفعش. لا. طب رمان اللي هو الرمان اللي بصي هلا هي شغلات بقى صفية ذوقية. لا انا بدي احط مثلا رمان، بدي احط نعناع، رمان انا على الفتوش والتبولة بيبقى حلو قوي يا شيف طارق، يعني ممكن ممكن بيبقى هي شغلات ذوقية، مش دبس الرمان، لا الرمان نفسه. الرمان الرمان جميل. طيب ريحتها طلعت. ايه انا بس اعمل لك الخوف من البوتاغاز بس يلسحها، هي دي المشكله الكنافه ان هي حساسه جدا. ايه يعني هلا ست البيت اذا عملت نفس طريقتي. طب لو في الفرن يا شيف طارق تقعد قد ايه؟ لا بالفرن هلا هي ما بتصير تقعد بالفرن، ما تقعدش. لا هي بالطريقه هي ما بتقعد بالفرن. ليش؟ لانه الوش تبعها بينشف. فلو كانت سكرتها بطبقه كنافه ثانيه فوق ممكن تقعد بالفرن. طب قد ايه مده قد ايه ونحطها في يعني هي ممكن تقعد 20 دقيقه ونحطها في النص على درجه حراره 180 بالنص. بالنص 180 حلوه. بس هي تقريبا بلشت. عملتوا بقى اكلات مصريه كده معاكم؟ انا عملت كتير اكلات مصريه. عملت ايه الأكلات بقى؟ عملت الحمام المحشي، عملت البط المحشي، عملت الكوارع، عملت البصاله، عملت كل شيء. لسه ما عملناش البصاله. ايه يعني اكتسبت ثقافه بالاكل المصري. حلوه حلوه قوي. اكلكم طبعا طيب انتم. اكلنا حلو وفي نفس الوقت بسيط كمان. ايه. بس طبعا بلاد الشام اكلاتها متميزه ومشهوره في الاكلات كمان الجميله، يعني انا بحب دايما الالبان، بحب اللبن على طول مع اي اكل الصراحه. يعني بس انتوا عندكم المحشي؟ احنا ما عندناش المحشي، يختلف عن المحشي تبعنا. بس طيب طيب انا بحبه كتير. واحنا عندنا المحشي بقى امهاتنا كمان بيعملوه شيف طارق بطريقه مختلفه. تحس النفس كده والنكهه اهل زمان والطيبه في الاكل. تحس ان هو بالزبط طالع بحب. النفس غير كمان. صح بيختلف. انا اتمنى بقى اعمل اكله من الاكلات دي في البيت ان شاء الله. هو الدجاج مسخن حلو قوي والاولاد هيحبوه، يعني كل الاولاد الله بيحبوه على اساس ان هو خفيف. ايه بالظبط. وبتاكل كده زي ال بالظبط. احنا بنعمل برضو اسمها ايه السمبوسك، برضو بنعملها بالجبن وباللحمه المفرومه. السمبوسك هي تبقى سهله. بيبقى طبق حلو قوي. السمبوسك هي يعني عالميه. في اولاد بيحبوها جدا. ايه السمبوسك عالميه ان شاء الله بالهنا والعافيه. شايفه انا بلشت معي الكنافه تستوي. انا منين بعرف انا استويت؟ من الاطراف، وبعرف انه الجبنه بلشت تسيح. متى ما ذابت الجبنه خلاص اخذت انا طلب اللي بدي اياه. دي احلى حاجه. ايه. هلا انت لما بتخلص بنقلبها هيك بتعملي الجبنه بتشط معك وعليها السيرب، حاجه جميله تبقى حلوه قوي. طبعا طبعا تسلم ايديك. اكلات جميله وسهله والصراحه ما خدتش وقت خالص يا شيف طارق. احنا التقديم بقى قدمها. التقديم احنا وقت التقديم خلاص. لا هي داركنا الوقت بصراحه. بس يعني الوقت الحلو طبعا بيمر بسرعه، واحلى حاجه كمان اكلات خفيفه وحلوه قوي، يعني بتتعمل بطريقه سهله وجميله. بالظبط. وحبايبنا طبعا بلاد الشام اكلتهم جميله طبعا. تسلم يا رب. وكل سنه والامه العربيه وبلاد آمين الشام كلهم آمين يكونوا رب بخير. آمين ان شاء الله. امين امين يا رب. كنافه طبعا جميله جدا وحلوه قوي، واحسن حاجه كمان هي تتعمل في عجبان الصينيه على اساس انه هي سهلة الوجبه بوجبتها. ست البيت مثلا اجت عزيمه على طول قعدوا عملوا كنافه، طلعت الكنافه من الفريزر، طلعت الجبنه من الفريزر، عملت لهم كنافه. ما بتاخذ معها 10 دقائق ربع ساعه. صح حلوه قوي. سهله يعني. وحاجات كلها متوفره عندنا في البيت. بالظبط. بس معلومه جميله قوي شيف طارق ان الجبنه اللي بتبقى مع الكنافه دايما دلع. ايه لازم دلع. لازم دلع حتى لو جبناها فيها حاجه. لا حطها بالمي ونكب عليها طيب المي كذا مره بنروح نقدم نشيلها بقى نقدم برده عشان نجيب الشكل كله. يلا. وكده طبعا الاطباق الرئيسيه كلها خلصت، ودي الحلو هو طبق كنافه نابلسيه حلوه قوي وسهله. وعملنا الطبق الرئيسي الباس مشكات حلوه قوي برضو، والمسخن. وعملنا دجاج مسخن حلو قوي. جميل وسهل وطريقته جميله.
وطبعا احلى حاجه بقى طبق السلطه فتوش او تبوله او السلطه المصريه بتاعتنا. معلش بعتذر ان الاخوه المشاهدين يعني ما لحقنا. لا ان شاء الله احنا عملناها قبل كده، شوف طارق عملناها قبل كده جدا. انا طبيتها هلا وان شاء الله يا رب تكون البوتاغاز لانه خدعني بصراحه. لا 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 هتطلع حلوه. لا ان شاء الله هتطلع حلوه ان شاء الله جميله طبعا الله. تسلم ايدك، ده ريحتها تجنن كمان. قلت لك البوتاغاز. لا بس حلوه، فرق معي ايدك البوتاغاز بس الحمد لله. لا جميل الحمد لله. هيك جاهزه هلا السيرب جاهز، انا بصقيها بالسيرب مثل ما انا شايفين. الله الله يشوف طارق يا سلام. هنتخانق عليها بعد الهوا. بالهنا والعافيه ان شاء الله. طبعا بشكرك جدا. لا العفو العفو. طبعا يعني اكلات جميله جدا. الله يسلمك يا رب. من المطبخ السوري مشاهدينا. طب انا لسه انا بدي معلش بعد ما طب اتفضل خلاص. انا لسه بدي ورجي المشاهدين انا البسبشكات طيب. شلون طلعت معي. طيب اتفضل. وطبعا بنشكر طبعا الشيف طارق معانا. الله يخليك. الاكلات السوريه الجميله وبلاد الشام طبعا اكلاتهم دايما جميله جدا جدا. ده الطريقه دي البسمشكات. دي هلا البسمشكات حلوه قوي و رابطه بالخيط. بس جميل. انا بدي ورجي المشاهدين زي الكنافه دخلت. ده الخيط الحشوه، هذا الخيط. بس هي الحشوه رح تكون شايفه شلون طالعه باللحمه والرز. لا جميله. ونقعنا الرز طبعا. بشكرك جدا يا شيف طارق على الاكلات الجميله دي، وان شاء الله نوعد مشاهدينا نعمل اكلات ثانيه ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا. انا بشكركم جميع مشاهدين واهلا وسهلا فيكم، معكم الشيف طارق مرعي، وان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب ورمضان كريم. اشكرك مشاهدينا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم كل يوم 3 الساعه 9 مساء، الى اللقاء.